الرئيس يؤكد أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة ساعدت في صمود الاقتصاد رغم الأزمات العالمية. مجلس أمناء الحوار الوطني يقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث على أن تبدأ غدا. والرئيس الأوكراني يعلن تنفيذ عمليات هجومية ضد الجيش الروسي مع استمرار العمليات الدفاعية. السادسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، ولكن البداية مع الزميلة سمر الزهيري. أهلا بك سمر. أهلا بك شروق. أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم حاليا في إعداد وتأهيل الكثير من العاملين بالدولة. وخلال زيارة تفقدية لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة ساعدت في صمود الاقتصاد، ومؤكدا الاهتمام بعودة استقرار الأوضاع في السودان. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية. التي تأتي في إطار حرص سيادته على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة. شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة، تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائها بشكل يومي خلال وجودهم بالأكاديمية العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سعيد بوجودي معاكم النهارده. كان لابد ان انا يعني كل فتره كده ازور الكليه واطمئن عليكم. والحقيقه طبعا من خلال السيد مدير الاكاديميه بيبقى خلال الاتصالات الدوريه مع مدير الأكاديمية بتطمن على الأنشطة وعلى المستوى، والحقيقة أمر مفرح ومشجع. وأتصور أن مهم كمان مش بس أسركم تعرف ده، ولكن أيضا المصريين يعرفوا أن الأكاديمية بتقوم بدور مهم قوي دلوقتي. الدور ده بمنتهى البساطة هو دور مش على قد القوات المسلحة، مش على قد طلبة الكليات العسكرية أو طلبة الأكاديمية فقط، لا، ده النهاردة الأكاديمية بتقوم بدور في إعداد وتأهيل شرائح كتير جدا بتقوم بالعمل في الدولة. ويمكن في ناس كتير تقول يا ترى الهدف من كده إيه؟ الهدف من ده هو إن إحنا بنعزز بنأكد قدرة أبنائنا اللي هيلتحقوا بأجهزة الدولة المختلفة بإن إحنا نديهم جرعة مناسبة من الالتزام ومن الفهم ومن يعني الإصرار على العمل خلال الفترة اللي بيلتحقوا بيها هنا بالكلية. بالإضافة طبعا إن الشق الفني اللي خاص بكل جهة ده ما بنتدخلش فيه، يعني الأكاديمية ما بتتدخلش في الشق الفني اللي هو إعداد الكوادر دي طبقا للمهمة اللي هي هتنفذها أو العمل اللي هتقوم بيه. فالمهم أنا عايز أقول لكم يعني
ان حتى الان الحقيقه النتائج مبشره جدا جدا، والدفعات اللي اتخرجت من الاكاديميه في التخصصات اللي انا بقول عليها او الكوادر في وزاره النقل او في وزاره الماليه او في الجهات الاخرى الحقيقه زي الرقابه الاداريه والخارجيه، الحقيقه كانت النتائج مبشره وبتاكد ان التجربه اللي احنا اتحركنا فيها تجربه ناجحه. واحنا دايما واحنا بنتحرك، ودي سمه العصر وسمه الانسان، ان هو ما بيقفش ابدا على حال، دايما بيراجع مواقفه ويراجع اداؤه ويطوره. ما فيش ثبات، لو في ثبات يبقى ده بدايه التراجع. المهم انا مطمن عليكم وبقول لكم مزيد من الجهد ومزيد من العمل ومزيد من التدريب، ده كله لمصلحه بلدنا، لمصلحه بلدنا. مهم برضو ان انا يعني اطمنكم على، اكيد انتم بتابعوا الاخبار واكيد انتم متابعين تداعيات الازمه الاقتصاديه اللي موجوده على العالم وعلينا هنا في مصر. وانا يمكن المره اللي فاتت لما تحدثت معاكم او اتكلمت معاكم قلت لكم ان احنا بنحاول ان احنا نخفف من اثار الازمه ديت، واللي هي داخله دلوقتي في اكتر من 3 سنين، يعني احنا بنتكلم في سنتين وباء كوفيد 19، وده كان ليه تاثير كبير جدا ايضا على الاقتصاد في العالم كله وعلينا في مصر. لكن احنا صمدنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الاصلاحات اللي احنا كنا عملناها اعتبارا من 2016. طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا لها تداعيات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي وعلينا احنا كمان. احنا بنحاول نخفف من أثار الأزمة ديت، لكن بدون شك بدون شك هي أزمة، وأزمة كبيرة جدا لها تأثير كبير على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد، يعني كان ليها وما زال تأثير كبير. لكن احنا أتصور ان احنا كل يوم بنكتسب قدرة على تطوير إمكانياتنا في مواجهة هذه الأزمة. إن شاء الله الأزمة دي هتعدي وهتعدي على خير، زي ما كل أزمة بتمر على أي بلد وعلى أي إنسان في الدنيا بتعدي. هي دي الدنيا، مفيش حاجة بتثبت على حد. كان اليومين اللي فاتوا دول أنا كنت في جولة شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وكان دي جولة إفريقية طبعا. وعايز أقول لكم إن إحنا كان لما بدأنا فترة رئاسة تانية كان الهدف منها ان احنا ننفتح اكتر، نتصل اكتر، نتعاون اكتر مع اشقائنا الافارقة في الدول الافريقية بالكامل. وكان في خطة معمولة لده، ولكن برضو ال3 سنين اللي فاتوا دول كانوا ليهم تأثير على ان احنا حركتنا قلت جدا. استفدنا او استغلينا فرصة ان احنا بنسلم التجمع اللي احنا كنا بنقود لمدة 2 سنين الكوميسا، وده تولت مسؤوليته او ادارته دلوقتي او قيادته دولة زامبيا. وقلنا ان احنا بما ان احنا هنروح هناك يبقى فرصة كبيرة جدا ان احنا نزور بلدين جوار لهذه الدولة. فزورنا انجولا، ودي كانت اول زيارة لرئيس مصري منذ استقلال انجولا والدول التانية. والحقيقة عشان بس برضو يمكن بعضنا يسأل يعني هي الكوميسا يعني ايه، السداك يعني ايه، دي تجمعات اقتصادية داخل القارة الافريقية بتبقى الهدف منها ان هي كل تكتل او كل مجموعة دول تبقى تزيد تعاونها، تزيد حجم التجارة والتبادل التجاري بينها بما يعود المصلحة على الجميع. واحنا خلال العامين الماضيين اتحركنا في هذا الامر وكثفنا جهدنا عشان تدخل اتفاقيه التجاره بين مجموعه الكوميسا حيز التنفيذ، ويمكن فاضل 3 دول بس لما يوقعوا يبقى كده خلاص كل الامور بقت جاهزه لاطلاق التعاون ده. وبعد احنا ما سلمنا القياده للكوميسا يعني قياده الكوميسا لزامبيا بقينا دلوقتي مقررين لهذا التجمع. ثم طبعا
زي ما قلت زرنا أنجولا وزرنا كمان دولة موزمبيق، وكانت فرصة كويسة جدا إن احنا نتعرف أكتر ونأكد أكتر على التعاون فيما بيننا. مش عايز أطيل عليكم عشان يعني ما أخدش وقت الطابور أو وقت التدريب بتاعكم، لكن طبعا أنتم أكيد متابعين أزمة مهمة أوي دلوقتي، ودي على يعني مع أشقائنا في السودان، وده أيضا أمر يعني إحنا مهتمين جدا جدا إن الأمور تستقر في السودان بأسرع وقت ممكن. ودايما بنقول عدم التدخل في شؤون الدول أمر مهم جدا جدا، وتبقى لأن ده بيبقى ليه تأثير سلبي جدا على استقرار هذه الدول، وده دورنا، وده كان موقفنا في ليبيا وكان موقفنا في السودان قبل كده ودلوقتي، وحرصين على ان يعني الاقتتال اللي موجود ده يتوقف ويبقى في حل من خلال الحوار والتفاوض بين الاشقاء في السودان. طبعا في عدد كبير جدا، اذا كان برضو مهم ان تعرفوا ان انا كنت مره اثناء حضور الاحد اختبارات على الشرايح وكده، فسالتهم يا ترى تعرفوا عدد الضيوف اللي موجودين عندنا في مصر قد ايه؟ فما لقيت يعني ان العدد مش واضح، وانا مش حول الجنسيات، لكن عايز اقول ان احنا لدينا، وما تنسوش الرقم ده وده امر مهم قوي، 9 مليون ضيف موجودين على ارض مصر. وبالمناسبه كل دوله هيبقى فيها عدم استقرار، كل دوله هيبقى فيها اضطرابات، الناس بتخاف وبتبقى يعني بتفزع، فرب احنا نكون يعني امن وامان اولا لنفسينا لبلادنا وللناس للمصريين، ثم طبعا لاي حد بيلجأ لنا ويجي يعني يبقى موجود معانا شويه لغايه لما الامور تستقر في بلادنا. بقول كم العدد؟ 9 مليون. طب كم اللي وصل حتى الان من اشقائنا في السودان خلال الثمان اسابيع اللي فاتوا دول او السبع اسابيع اللي فاتوا دول؟ حتى الآن 200 ألف. عشان كده بقول إن ده الاستقرار وإعادة الأمن والأمان لبلاد جوارنا أمر مهم جدا ليهم ولينا إحنا كمان. مرة تانية أنا سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة، وأتمنى لكم التوفيق دايما، ودايما خلي بالكم من نفسكم، ودايما استفيدوا من الوقت اللي أنتم موجودين فيه، واستفيدوا أيضا من أنتم فترة قوة الشباب، استفيدوا منها وابنوا كل شيء، يعني بنية بدنية كويسة وصحية كويسة ووعي كويس وفهم كويس، وطبعا التخصصات أو المهارات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الكلية سواء كانت العسكرية أو زي ما قلت كده الكوادر والهيئات اللي هي المدنية. مرة تانية أنا سعيد بوجودي معكم، وربنا يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله، ودايما الأكاديمية تقوم بدور مهم قوي في بناء الدولة المصرية. خلي بالكم الأكاديمية بتقوم بدور مهم قوي في بناء الدولة المصرية، من خلال أهم حاجة في أي مكان في الدنيا هو الإنسان، فربنا يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. تفقد السيد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع وميادين الفروسية، والتي أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة. الأسبوعين اللي كنا فيهم هنا دول يا فندم شفنا طلبة مستوى ممتاز في التدريب وكده، وعندهم فعلا فرصة يكونوا أبطال في الرياضة، ممكن يلعبوا كمان باسم الأكاديمية في البطولات الجمهورية. و
وخلال الجولة التقى الرئيس السيسي بعدد من العناصر المنتقاة للعمل بالوظائف الحكومية بوزارات النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة الرقابة الإدارية وعدد من القطاعات الحكومية المختلفة والتي تؤدي فترة التأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية. صباح الخير. أنا جاي أطمن عليكم وأشوف يا ترى بعد الفترة اللي انتوا قعدتوها سواء كانت يعني فترة طويلة أو قصيرة رأيكم إيه؟ نكمل في التجربة ديت ولا لأ؟ بصراحة اتفضلي يا حضرتك. تمام يا فندم، 10,215 طالب مقاتل ما يشرب السعود دولة 10 حي سكة حديدة. فندم الدولة مفيدة جدا لينا يا فندم، لان هي بتعلمنا حاجات كتير، منها الانضباط، بتعلمنا اداره الوقت، ازاي نعمل اللياقه البدنيه صحيحه، وبتعلمنا كمان ازاي الالتزام والتسلسل القانوني في اداره المشكلات وازاي نطرح حلول معايا يا فندم. مشيدا بما وصلوا اليه من مستوى راقي على الجانبين العلمي والبدني بما يتماشى مع طبيعة العاملين بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة المستقبلية. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار، وأشاد بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية. انتوا بكرة فجهزوا نفسكم البكرة كويس، ربنا يوفقكم إن شاء الله واسمع عنكم كل خير. متشكر جدا، شكرا جزيلا. تقدم الرئيس السيسي مشيعي جنازة السيدة والدة الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. وقدم الرئيس السيسي خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مبولي داعيا الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي جنازة السيدة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، حيث قدم سيادته خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي داعيا الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسة الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد تشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي. يناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث يوم غد الأحد عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين من خلال جلستين، ويأتي على التوازي منهما جلسة نقاشية ممتدة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة. هذا وستعقد جلستان يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، كما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، بينما ستعقد جلستان يوم الخميس الموافق 15 يونيو لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال. وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.
وصلت وزارة الداخلية تقديم التيسيرات لحجاج القرعة بمطار القاهرة مع انطلاق أول الأفواج إلى الأراضي المقدسة من الصالة الموسمية، مع حرص بعثة حج القرعة بالوزارة على استمرار هذه التيسيرات طوال فترة أداء المناسك. بقلوب تهفو لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، توفد الحجاج في أول فوج من حجاج القرعة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة إذانا ببدء رحلات ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج. فرحة كبرى من الحجاج وذويهم وسط إشادة كبيرة بالتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية لهم منذ لحظة التقدم بطلب الحج حتى الفوز واستيفاء كافة الإجراءات وصولاً إلى هذه اللحظة التي تهفو القلوب إليها من كل بقاع الأرض. أنا مبسوطة جداً لما قدمت في القرعة وقبلت، والأول مرة كنت بقدم، فالحمد لله قبلت. في شعور ما فيش بعد كده، والحمد لله ان ربنا قبلنا من اول مره. الحمد لله ان احنا قبلنا وربنا يتقبلها مننا يا رب. اول ما عرفنا الخبر ما شاء الله رحنا سهلوا لنا كل حاجه وخلصنا كل اجراءاتنا وجابوا لنا الملابس وكل حاجه جات لنا، واحنا في المطار الوقت مسهلين لنا كل حاجه وطالعين على الطياره وان شاء الله. وقد انهى الحجاج اجراءات السفر وسط متابعه وتيسيرات مقدمه لهم من بعثه حج القرعه التي تحرص على توفير الراحه للحجاج وسرعة إنهاء إجراءات المغادرة. خدمة كويسة ما شاء الله تليق بضيوف الرحمن، ما شاء الله الدنيا متظبطة تمام، ما خدناش أي وقت في تنزيل الحقائب ولا في لوزن ولا في أي حاجة، ما شاء الله دخلنا ختمنا جوازاتنا بكل سهولة وبكل مرونة، ما شاء الله ما قابلناش أي مشاكل خالص ولا قابلتنا أي حاجة خالص، ما شاء الله. بنشكر وزارة الداخلية على التنظيم الرائع ده، ما شاء الله حاجة مفرحة جدا جدا ما شاء الله. الإجراءات كلها كانت سلسة جدا، ومن أول ما قدمنا لحد ما بنت القرعة شفافية وحيادية وكل واحد واخد حقه بصراحة. من ساعة ما دخلنا مطار القاهرة استقبال رائع جدا، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، كل الإجراءات كل الناس كله مفيش على طول، يعني الأفواج ماشية على طول. وقد كان في وداع أول أفواج حجاج القرعة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج، والذي طمأن الحجاج على اتخاذ بعثة حج القرعة كافة الإجراءات والتيسيرات التي تضمن لهم سهولة أداء المناسك، وطالبهم بالالتزام بتعليمات البعثة وكذا السلطات السعودية حرصاً على سلامتهم طوال فترة الرحلة. ألف ألف مبروك لنا كلنا بصراحة، يعني إحنا مش مصدقين الفرحة اللي إحنا فيها، يعني إحنا بنشكر طبعاً وزارة الداخلية على دعمها لينا وإجراءاتها والناس الكويسة اللي سهلت لنا كل حاجة. ظهور القرعة حتى الآن يوجد تسهيل لم أراها من قبل في عملية تخليص الأوراق وكل شيء، حتى لما جينا المطار ما أخذناش إلا وقت قليل جداً. فرحة ما تتقدرش بكنوز الدنيا، فرحة ولا قبلها ولا بعدها فرحة. أول ما ترد القلب بكى علشان، والحمد لله. انطلق الحجاج لركوب طائراتهم متوجهين إلى المدينة المنورة تسيطر عليهم فرحة كبيرة لفوزهم بأداء المناسك وزيارة المسجد النبوي. حاجة جميلة ومشرفة ومتميزة، نشكركم كلكم. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للرئيس، والله بجد منظمة وجميلة وفرحتنا محدش في الدنيا يقدر. احمد ربنا بهذا الرحلة، رحلة سعيدة الحمد لله، الحمد لله رحلة سعيدة، الحمد لله اللي ربنا نعم عليا بيها، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لله. من اول ما بدأنا نقدم وبسرعة النتيجة وبسرعة استلمنا اللبس وبسرعة استنيت تذكرة الطيار. طبعاً باي 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 باي. هكذا هم ضيوف الرحمن مع بدء موسم الحج، وجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، محملين بالآمال في أن تقبل حجتهم وتغفر ذنوبهم.
ومع مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة لموسم الحج للعام الحالي إلى المدينة المنورة، كانت البداية مع حجاج محافظات الجيزة والمنوفية والإسماعيلية. ومن المقرر أن يغادر الفوج الثاني من الحجاج الأربعاء المقبل الموافق 14 يونيو، على أن يتوالى بعدها سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل، ليكون آخر فوج يصل الأراضي المقدسة في 21 يونيو الجاري. وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن موسم حج هذا العام سيصل فيه إجمالي الحجاج إلى 45,000 حاج. كان من نصيب وزارة التضامن 5,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات. الإجراءات ممتازة والله، الدنيا كلها كويسة الحمد لله، وربنا ينولها لكل مشتاق يا رب. إجراءات ممتازة جداً، وربنا سهل لنا، واحنا بنقدم من 3-4 سنين والحمد لله حصل لنا نصيب، ودي كانت فرصه سعيده بعد ما طلعنا معاش. لا تسهيل والله، والله مستاهله تمام، ما فيش اي عقبه. قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر نعيم القصير إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس سي من قبل منظمة. وأوضحت أن الحكومة المصرية عملت بشكل كبير ومكثف خلال الفترة الماضية حتى تصبح مصر خالية من فيروس سي من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي أشاد بها العالم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد. وقال المركز إن وزارة السياحة والأثار أكدت أنه لم يتم السماح بنقل أي قطع أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية. ترأس وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية لمؤتمر مناخ كوب 27 اجتماعا افتراضيا لهيئة مكتب المؤتمر، وذلك على هامش الاجتماعات الجارية بمدينة بون الألمانية للجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمعنيين بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية وتنفيذ تعهدات المناخ. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن وزير الخارجية تناول العمل الجاري لتنفيذ مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل صندوق تمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتحقيق الهدف العلمي للتكيف مع تغير المناخ، موضحا في هذا الصدد انعقاد اجتماعين للجنة الانتقالية المعنية بخسائر وأضرار تغير المناخ، إلى جانب عقد أول حوار ومنتدى استثمار حول برنامج عمل تخفيف تداعيات تغير المناخ، فضلا عن تنظيم أول ورشة عمل بشأن برنامج عمل الانتقال العادل للطاقة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى زميل هشام عبد التواب لمتابعة آخر أخبار المبادرة الرئاسية. حياة كريمة، إليك هشام. شكرا لكما سمر وشرو، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة المخصصة لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
يتواصل تدريب متطوعي حياة كريمة في القطاع الطبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بتنسيق الكامل مع شركة فايزر للأدوية. يحاضر في هذا التدريب على مدار يومين 5 أطباء استشاريين في عدد من التخصصات الطبية، تم اختيارهم بعناية من جانب شركة فايزر للأدوية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة عاوزة بتهدف لأنها تقدم رعاية صحية على مستوى عالي للقرى الأكثر احتياجا، وبالتالي جزء منها تدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات الطبية الحديثة علشان خاطر يقدروا يساعدوا أهلنا اللي في القرى الأكثر احتياجا. وبالتالي أنا التخصص بتاعي كلينيكال مايكروبيولوجي، فأنا بعمل تدريب على تشخيص الأمراض المعدية ومنع مقاومة الميكروبات للمضاد الحيوي، وكمان في حاجة اسمها حوكمة استعمال المضادات الحيوية لمنع إساءة استعمالها. مبادرة حياة كريمة احنا بنشكرهم جدا على المبادرة دي، لان ده جزء من الجهد المنظم لرفع الوعي تجاه استخدام المضادات الحيوية. المضادات الحيوية بتستخدم كثيرا في مصر وبطريقة احنا مش راضين عنها، احنا محتاجين ان احنا ننظم استخدام المضادات الحيوية عشان نقلل مقاومة البكتيريا المضادات الحيوية، وبالتالي نحسن من استجابة المريض ونحسن من المنتج النهائي، يعني شفائه بأمر الله. في جزء من القوافل بيكون مختص بالتوعية الصحية، فهو هدف التدريب النهاردة هو تدريب الأطقم الطبية على أهم الموضوعات المفروض ان احنا نحاول نركز عليها في مجال الصحة العامة في القرى اللي احنا بننزلها. انا استفدت معلومات جديدة عن نفسي اول مرة اعرفها، وطبعا بدوري لازم انقلها للتيم اللي انا شغالة من ضمنه، ولازم احاول ان انا اوصل كل المعلومات الجديدة اللي انا عرفتها ليهم، وده طبعا بيساعد رفع كفاءة المنظومة. العلم اللي احنا نقدر ناخده ان شاء الله هبدأ انقله لزمايلي المتطوعين من الكادر الطبي كله اللي شغالين في المجال الطبي في محافظة اسوان، ونقدر نستفيد بيه في كل المجالات اللي احنا شغالين عليها من قوافل طبية وحملات تبرع بالدم وهكذا. نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية مبادرة بعنوان هتقدر في 10 أيام، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة، وذلك في مختلف الإدارات التعليمية بالشرقية. نتابع. مبادرة حياة كريمة بالنسبة للمراجعة خلال 10 أيام تقدر تراجع مع الطلبة من أهم المبادرات اللي تمت في خلال هذا العام بين الإدارة التعليمية وبين حياة كريمة لمساعدة الطلبة. بالتالي احنا وفرنا كل الإمكانيات المطلوبة والدعم اللازم من قبل الإدارة بتوفير المدارس اللي هم اختاروها لتنفيذ هذه المجموعات والمبادرات. ربنا وفقنا لمدة 10 أيام، جميع الطلبة استفادوا بجميع المواد، والحمد لله رب العالمين. المادة العلمية مفيدة جدا للطلبة كلهم جميعا. استفدنا أكيد كتير طبعا، الخدمة كويسة جدا والمحاضرة مستفيدين منها، ومبادرة حياة كريمة كلها مستفيدين منها، وكل المحاضرات اللي عملوها لنا أفادتنا كتير جدا. ما كناش متوقعين في الوقت ده ان احنا نقدر نلم الكم ده، بس استفدنا كتير قوي الصراحة. ما كناش متوقعين ان احنا نقدر نلم المنهج في 10 ايام قبل الامتحان. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود العظيم اللي هو عمله. وفي الغربية تواصلت فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة تحت شعار تقدر في 10 أيام. متابعة. تقدر في 10 أيام مراجعات حياة كريمة كان لها صدى قوي جدا، وفي تفاعل بين المحتوى التعليمي وبين الطلبة وبين المقدم البرامج في مسبيرو، بين الأستاذ اللي واقف بيشرح التفاصيل الصغيرة. الطلبة بيبدأوا يومهم يعني بداية من الساعة 1، انتهي في الساعة 6 ونصف حسب الجدول المقرر، كان في بعض الأيام بنخلص الساعة 10 ليلا، لكن الجميل إن هو العمل كان عمل جماعي، عمل
عمل فيه تعاون، عمل فيه إبداع، الطلبة كانوا مبسوطين جدا، حس بذاته، حس إنه بدأ يفكر، يطلع على محتوى تعليمي جيد، التقويم جيد، الدنيا كانت يعني بصراحة كانت حاجة جميلة جدا جدا يعني. إقبال قوي، إحنا شغلنا أول يوم 7-8 قاعات، بعدها 10 قاعات، النهاردة بقت القاعات كلها ممتلئة بالطلاب في جميع المواد. بفضل ربنا تعالى كان عندنا حشود جميلة جدا، كان عندنا متوسط حوالي 400 طالب أو متوسط أيام تانية 300 طالب، وبفضل ربنا تعالى يعني عملنا مجموعات واتساب حتى للطلبة بنبعت لهم عليهم المراجعات النهائية والبي دي اف بالمراجعات بالأسئلة، وبفضل ربنا تعالى معظم البنات والبنين في إدارة البسولة التعليمية استفادوا من هذه المبادرة. المبادرة جميلة جدا حقيقي، والطلبة كلها استفادت فعلا، وكلنا طالعين مبسوطين، مفيش حد ماشي مش مستفيد، مفيش حد ماشي موقع حاجة من منهجه، كله ماشي عارف هو عايز ايه واستفاد جدا يعني، ودي حقيقة كانت حاجة كويسة جدا. المحاضرات اللي اتعملت لنا كانت مفيدة جدا، وكانوا بيشرحوا لنا وبيحلوا معانا، والمدرسين اللي كانوا بيساعدونا في الشرح كمان، فدي مبادرة كويسة جدا، وانا بشكر القائمين على المبادرة. المراجعة كانت هادفة جدا، المدرسين كانوا بيحاولوا انهم يوصلوا كل معلومة بطريقة صح، كل مدرس كان بيحاول ان هو يقول كل التركات اللي ممكن تيجي وعلى كل الجمل او كل الحاجات اللي كانت بتتعرض، كانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا المعلومة بأدق تفاصيل فيها. هذا وأشاد طلاب الثانوية العامة في محافظة المنيا بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تقدر في 10 أيام، والتي تتضمن عقد محاضرات ومراجعات نهائية بالمجان في جميع المواد لطلاب الثانوية العامة. متابع. احنا النهارده في مبادرة في 10 ايام تقدر اللي موجهة للطلبة في الثانوية العامة من اجل اقامة مراجعات نهائية في كافة المواد. احنا في المنيا في المبادرة دي استهدفنا 6 مدن، عندنا مدرسة المسيد في العدوى، عندنا مدرسة ثانوية في صملوط، عندنا مدرسة ثانوية في مطاي، عندنا مدرسة ثانوية العسكرية في المنيا، عندنا مدرسة ثانوية جديدة في برقاص، وعندنا مدرسة الشهيد عمرو جبر في دير مواس، بحيث ان احنا نكون شاملين للمحافظة ككل بطول المحافظة عرضها، بحيث ان احنا نقدر نقدم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب. احنا وجهنا خدماتنا في المبادرة دي لحوالي 5000 طالب، الطلاب اشتركوا معانا وتفاعلوا معانا وحضروا كافة المراجعات التي عقدت لكافة المواد على مدار 10 أيام. بحاول ان انا اكون فرد او جندي من جنود الملحمة العظيمة اللي بتقدمها مبادرة حياة كريمة النهاردة، واحدة من المبادرات اللي هي في الفترة الأخيرة ممكن فعلا يعني تخلي الطالب يقف على رجليه، ممكن فعلا يستطيع ان هو توصل له معلومة، خاصة اذا كانت المعلومة جاية عن قرب من مستشار اللغة العربية، من ناس قريبين من ربما المستشارين اللي هم منوط بهم وضع أسئلة الامتحان. عملنا اجتماع تجهيزي للمبادرة، والحمد لله بدأنا في أول يوم، وكان عندنا إقبال شديد من الطلبة والطلبات في الثانوية العامة في أبو راس، والحمد لله يعني في من خلال لقاءاتنا مع الطلبة وسؤالهم عن مدى الاستفادة أفادوا أن الاستفادة كبيرة جدا، وأن المبادرة فرجت معاهم، وفرت لهم كمان ماليا، وفرت لهم مستشارين المواد، استفادوا كمان ان هم قدروا يلموا المادة نفسها في الفترة الزمنية بتشرح فيها. حضرت مراجعة عربي تبع لمبادرة حياة كريمة، حقيقي استفدنا جدا، كان المستشار اللي بيشرح او المدرسين اللي كانوا مبادرين ان هم يشرحوا لنا، نتمنى المبادرة تفضل دايما كده مستمرة، وحقيقي لو في اي مواد تانية اكيد هنيجي ان شاء الله. كان عندنا مراجعة عربي بصراحة كانت مفيدة جدا، شكرا مبادرة حياة كريمة، شكرا جدا للمتطوعين في المبادرة الكريمة، بجد استفدنا كثير من المعلومات كانت مش موجودة عندنا، وبحب اشكر مدرسين الفيزياء والكيمياء والاحياء عشان بجد بذلوا اكثر من عندهم لكي يستفيد كثير من الطلاب في هذه المحاضرة وفي هذه المبادرة. نشكر مبادرة حياة كريمة على المجهود الكبير اللي هي قدمته لنا في كل المواد، خصوصا الامتحان قربت، ويعني الحمد لله يعني على المجهود الكبير اللي هم عملوه.
ختام هذه الفقرة مشاهدين عن آخر أخبار حياة كريمة، والآن نعود مرة أخرى إلى شروق وسمر، إليكما. شكرا لك هشام على هذا العرض، والآن عودة مع تطورات الأزمة في السودان. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين. السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. يواصل المعبران الحدوديان أرقين وقسطل استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى قادمين من السودان، واستقبل المعبران العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. ومشاهدينا الكرام، للمزيد حول جهود الدولة المصرية لاستقبال العائدين من السودان ينضم إلينا مباشرة من ميناء أبو سمبل النهري مراسل إكسترا نيوز أحمد عبد الرازق. أهلا بك أحمد في البداية، وما الجديد لديك؟ شكرا شروق. الحرب مأساة حقيقية يدفع ثمنها البسطاء، فهؤلاء الوافدين من السودان جاءوا حاملين أوجاعهم ويحملون أيضا بعض آلام الحرب النفسية والجسدية، من بينهم كبار السن والسيدات والأطفال، أيضا جاءوا حاملين الأمل في أن تكون مصر ملاذا آمنا وطوق نجاة لهم. وبالفعل كانت الدولة المصرية مستعدة ببذل كل الجهود من أجل استقبال هؤلاء الوافدين الذين بلغ عددهم حتى الآن ما يقترب من 120 ألف وافد من 25 جنسية. تحركت الدولة المصرية في ثلاثة محاور، من بينها المحور اللوجستي والمحور النفسي وأيضا المحور الصحي والطبي. من حيث المحور اللوجستي، وفرت الدولة المصرية عدد أكبر من موظفي الجمارك والجوازات والهجرة والجنسية والموظفين الذين يعملون في معبر قسطل البري أو معبر أرقين وفي الأماكن المختلفة التي يتوافد عليها زوار الوافدين من السودان من أجل تيسير الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة. دفع أيضا بعدد كبير من الموظفين في الإدارات المختلفة، كما تم الدفع أيضا بعدد من سيارات الصراف الآلي لتيسير معاملات المالية وما إلى ذلك. هذا ما يخص الجوانب اللوجستية، رصف الطرق، الطريق المؤدي من منفذ أو المرفأ النهري بحجر الشمس وهو البر الشرقي لما نقف عليه الآن، هنا مرفأ أبو سمبل في البر الغربي، وفي البر الشرقي لبحيرة ناصر حجر الشمس. هذا الطريق الممتد من حجر الشمس حتى مرفأ قسطل تم رفع كفاءته من أجل أن يعني يستقبل الوافدين بشكل أفضل على مدار اليوم. هذا ما يخص الجانب اللوجستي. في الجانب الصحي دفعت الدولة المصرية بعديد من الإجراءات، من بينها الحجر الصحي، دفع بأكبر عدد من الأطقم الطبية، مضاعفة الأطقم الطبية ومضاعفة سيارات الأسعاف في المعابر والموقف كركر أيضا، ليس في المعبرين فقط وفي المستشفيات العامة في أبو سمبل وأسوان أيضا. على الجانب النفسي هناك يتم تقديم الدعم النفسي للوافدين، لا سيما الأطفال الذين رأوا ما لم يكن ينبغي أن يروه في هذه الحرب. إذن هذه بعض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للوافدين من أجل استقبال الوافدين من السودان الذين جاءوا يحذوهم الأمل في أن يجدوا مصر طوق نجاة لهم. أعود إليك مرة أخرى شروق.
إذن مشاهدينا الكرام، كان معنا مباشرة من ميناء أبو سمبل النهرية مراسل أكسترا نيوز أحمد عبد الرازق. أحمد، شكرا لك على المعلومات والتفاصيل. بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، بحث الجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في السودان. وأوضح البرهان أن حكومة السودان مع أي حل ينهي حرب الميليشيا المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني، معربا عن شكره لرئيس الاتحاد الأفريقي على اتصاله ومتابعته الشخصية لملف السودان. من جانبه أكد رئيس الاتحاد الأفريقي ضرورة أن يكون الحل إفريقيا لإحلال السلام في السودان. أكدت الخارجية الصينية دعم بكين الحازم والدائم للقضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين: القضية الفلسطينية تشكل أهمية بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا في الوقت ذاته أن الصين وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية في وقت مبكر. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات الهجومية والدفاعية المضادة من قبل القوات الأوكرانية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف. ورفض زيلينسكي التأكيد ما إذا كانت هذه العمليات الهجومية هي جزء من هجوم الربيع الذي تعد له كييف منذ أشهر، ولكنها لم تصرح رسميا بإطلاق تلك العملية حتى الآن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من صد عمليات هجومية أوكرانية في اتجاهي جنوب دوناتسك وزابوريجيا، وكذلك بالقرب من مدينة باخموت. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغار كاناشنكوف إن القوات الجوية الروسية تمكنت من تدمير العديد من المدرعات العسكرية الأوكرانية بصواريخ موجهة. كما أعلنت الدفاع الروسي تمكنها من إسقاط طائرة هجومية أوكرانية من طراز ماج 29 و8 مسيرات. أجرت تايوان مناورة عسكرية تضمنت محاكاة لأزمة رهائن في مدينة كاوهسيونغ. شارك في التدريبات ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة وقوات جوية. تأتي تلك التدريبات في ظل تزايد التوتر مع الصين. وكانت بكين أجرت في 8 أبريل مناورات عسكرية استمرت 3 أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات بأهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة. ومشاهدينا، رياضيا، يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منافسه إنتر ميلان الإيطالي اليوم في مواجهة نارية بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي، والمزيد في التقرير التالي. ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول على موعد مع مواجهة نارية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا. فريق مان سيتي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن تخطى عقبة البطل التاريخي للتشامبيونز ليج وحمل اللقب فريق ريال مدريد بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين، بينما صعد فريق إنتر ميلان إلى النهائي بعد أن حقق فوزا مثيرا على غريمه التقليدي فريق ميلان بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.
يعاون مانشستر سيتي على هدافه الفتاك إيرلينغ هالاند في مهمته أمام الأنتر، وذلك عقب تحطيمه العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع سيتي. في المقابل يعتمد الأنتر على لوتارو مارتينيز الذي يتصدر قائمة هداف الفريق هذا الموسم، والمتعطش لإضافة لقب دوري أبطال أوروبا إلى فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين هذا الموسم. ويأمل إنتر ميلان في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الرابع في تاريخه والأول منذ عام 2010 ضد سيتيزنز، الساعين بدورهم للفوز بأول تشامبيونز ليج على الإطلاق. وحقق مانشستر سيتي في الموسم الحالي لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد، وهو ما يجعله قريبا من التتويج بالثلاثية التاريخية حال الفوز على إنتر، وهو أمر لم يحدث في تاريخ فرق إنجلترا منذ عام 1999 مع مانشستر يونايتد. أما كتيبة نيراتزوري فتسعى بقوة لإضافة الكأس ذات الأذنين إلى لقب كأس إيطاليا الذي حققه الفريق في وقت سابق من الموسم الحالي. مشاهدينا الكرام، ختام النشرة، والآن تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة ساعدت في صمود الاقتصاد رغم الأزمات العالمية. مجلس أمناء الحوار الوطني يقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث على أن تبدأ غدا. والرئيس الأوكراني يعلن تنفيذ عمليات هجومية ضد الجيش الروسي مع استمرار العمليات الدفاعية. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على شاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات زميلتي شروق وجدي، وهذه تحياتي لحضراتكم. أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.